السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أوضحكم اليوم عن الغرزة اللي تعلمناها سوا اللي مثل 3D، أي خيوط بنستعملها وكيف ممكن نعملها، وإذا غيرنا اللون كيف نختار اللون يعطينا نفس المقاس من كل لون. لما تفكري تشتغلي هيك قطعة فيها ألوان مشكلة لازم تشتغلي بنفس نوعية الخيط، لأنه حتى لو كان مقاس الخيط نفس مقاس الخيط اللي أنت مشتغلي فيه ملون ممكن يعطيكي حجم غير اللي انت اشتغلتي فيه. مثلا انا اشتغلت بهاي بخيط معين وبإبرة 2.5 ملم. كل غرزة من هدول اللون الاصفر بنفسجي والزهري نفس الخيط ونفس اسم الخيط ونوعية الخيط. حاولت اني اعمل نفس الخيط بمقاسه، نفس الطريقة نفس المقاس ونفس الإبرة، لك كيف طلعت صغيرة مش نفس مقاس القطعة، شوفوا صغيرة. اشتغلت بنفس الخيط وبنفس الإبرة بخيط تاني مع انه الخيط نفس المقاس بس كمان شركة تانية طلعت اكبر من القطعة، شفتوا كيف اكبر من القطعة نفسها مع انه نفس الخيط والمقاس بس الاسم يختلف والشركة تختلف. فلما تفكري تشتغلي قطعة فيها كذا لون بدك تشتغلي الألوان من نفس الماركة عشان يزبط معك المقاس مظبوط. وهذا الشغل اشتغلته جديد على نفس القطعة 3D اللي علمتكن عليها، طربوش وبطانية صغيرة لبيبي بنوتة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا علي، واي سؤال ممكن تحطوا لي بالكومنتس، وياريت تسوي سبسكرايب، وشكرا لكم.